جيد. الأخت أم سجاد عندها أطفال بعد 12 سنة الله رزقها أولاد حسب تعبيرنا رويسية، رويسية يعني واحد ورا الثاني، هذا إجا وبعد أقل من سنة إجا الثاني، فكأنما مثل التوأم، تقول هؤلاء يأكلون التربة ولا بد بعد التربة عنهم وإلا يأكلون التربة، وأنا الآن أصلي 4 أشهر بدون تربة، يعني صلي تسجد على السجاد. يا أختي أنت 4 أشهر تسجدين على السجاد، والسجود على السجاد باطل، السجود على السجاد باطل. كان المفروض جيبي لك حسب تعبيرنا قطعة خشبة، هاي الخشب النجارين عند النجار يطيح خشبة صغار، تأخذي لك قطعة خشبة وتسجدين عليها، أو أنه مثلا سبحة، ما أدري سبحة تربة حسينية يأكلوها ذول الأطفال، ورقة الشجر، هذا الشجر اللي موجود بالشارع، مو ورقة عنب، لا مو اللي تنوكل، أي ورقة شجر اللي ما ينوكل تقدرين تسجدين عليه. فالسجود لابد أن يكون على شيء ماذا يصح السجود عليه، وما يصح السجود عليه لا ينحصر بالتربة، يمكن الخشب، أوراق الشجر، الكلينكس على احتياط طبعا، الورق يعني هاي الورقة يمكن إنسان يسجد عليها، كل شيء الذي لا يؤكل ولا يلبس، هاي قاعدة، كل شيء اللي ما ينوكل وما ينلبس تقدرين تسجدين عليه، أما ينوكل وينلبس ما يصير، هذا القطن الصوف كذا، هذا ما يصير السجود عليه، أما كل شيء آخر يمكن السجود عليه إذا كان ماذا من المعادن أو من المرمر أو أي شيء. نعم.